دعا المتحدث باسم البرلمان المصري صلاح حسب الله إلى سرعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة في ظل المؤامرات التي تواجه المنطقة. وقال حسب الله في تصريح لقناتنا: آن الأوان لتنفيذ المبادرة لمواجهة قوى الشر والإرهاب والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي. الدولة العربية يجب أن تساهم هذه المبادرة، ويكون عندنا جيش عربي مشترك مهمته الرئيسية هي الدفاع عن أي تهديد ينال أي دولة عربية وينال أمنها شعبها. النائب حسب الله أكد أن تنفيذ مبادرة السيسي على أرض الواقع في هذا التوقيت سوف يكفل إنهاء جميع المؤامرات التي تواجه الأمة العربية، خاصة من قوى الإرهاب والدول الداعمة لهذه القوى. نحن في أمس الحاجة إلى تفعيل هذا المقترح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن بالفعل إحنا شايفين على الهواء مباشرة هذه التهديدات للأمن القومي المصري والليبي والعربي في كل أنحاء الوطن العربي، وشايفين ان تركيا تعبث وترسل هذه الميليشيات الارهابيه لدوله ليبيا الشقيقه اللي احنا بنعتبر ان امنها من محددات الامن القومي المصري، واي مساس للدوله الليبيه وبشعب ليبيا وبارض ليبيا هو مساس بارض مصر وبدوله مصر. وكان السيسي قد رحب خلال افتتاح القمة العربية في دورتها 26 بمدينة شرم الشيخ المصرية عام 2015 بمشروع قرار إنشاء قوة عربية مشتركة للتصدي للتهديدات التي تواجه المنطقة. لقناة ليبيا الحدث، بو بكر العقيلي.